أهلا بكم من جديد. عقدت السلطتان التنفيذية والتشريعية اجتماعا مشتركا عن بعد، وذلك في إطار التنسيق والتعاون المشترك بين السلطتين. وفي بداية الاجتماع استعرض معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني آخر مستجدات الآثار الاقتصادية في ظل انتشار فيروس كورونا وتأثيراتها على القطاعين المالي والاقتصادي في المملكة، وما تم اتخاذه من مبادرات وتسهيلات تصب في صالح المواطنين والقطاع الخاص وتنشيط الاقتصاد والحركة التجارية على وجه الخصوص الحزمة المالية والاقتصادية بقيمة 4,300,000,000 دينار بحريني، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية والتي تعادل 32.20% من حجم الناتج المحلي لاقتصادي المملكة. وأكد معالي وزير المالية حرص الحكومة على تنفيذ كافة المبادرات وفق ما هو مخطط، وذلك لمواصلة ضخ السيولة في الأسواق المحلية ودعم مختلف القطاعات الاقتصادية المتأثرة من تداعيات الجائحة. تقديرا للمكانة ودور مملكة البحرين في دعم ورعاية برامج المنظمة العربية للسياحة بجامعة الدول العربية في ظل الرعاية الملكية السامية من لدن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه، تم اختيار وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض سعادة السيد زايد بن راشد الزياني لرئاسة المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للسياحة لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد. فتح مجلس المناقصات والمزايدات خلال الأسبوع الجاري مظاريف 61 عطاء لعشر مناقصات ومزايدة واحدة مطروحة من 6 جهات متصرفة. التقرير التالي يستعرض التفاصيل. فتح مجلس المناقصات والمزايدات خلال الأسبوع الجاري مظاريف 61 عطاء لعدد 10 مناقصات ومزايدة واحدة مطروحة من 6 جهات متصرفة. ومن أبرز ما تضمنه جدول أعمال لجنة الفتح، فتح مناقصة لهيئة البحرين للسياحة والمعارض لإدارة وتشغيل مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات الجديد لمدة 5 سنوات. ويأتي مشروع المركز الجديد في سياق حرص مملكة البحرين لتهيئة بيئة مناسبة لاستقطاب الفرص التجارية وجذب الاستثمارات الأجنبية، سعياً لتقوية مكانتها كأحد أبرز مراكز الاستثمارية في المنطقة، بالإضافة إلى تنشيط كافة القطاعات المرتبطة بقطاع صناعة المعارض والمؤتمرات. وننتقل الآن مشاهدينا إلى أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. بنك الدوحة ومقيمون في قطر متهمون بدعمهم للإرهاب. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعقدات هذا الأسبوع، ونبدأ مع بورصة البحرين حيث أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1274 نقطة بارتفاع دون أي تغيير عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية. وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 6,295,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 700,000 دينار تم تنفيذها من خلال 61 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الاستثمار.
أما بالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية مشاهدينا، نبدأ مع أبرز الرابحين. السوق المالية السعودي التي أقفلت على ارتفاع بنسبة 63%. أما بالنسبة للأسواق المنخفضة، فقد أغلقت سوق أبوظبي للأوراق المالية على تراجع بنسبة 71%. تحت رعاية مصرف البحرين المركزي، ينظم معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية BIBF منتدى افتراضيا بعنوان التميز في ظل الجائحة بدعم من باتلكو. وسيقدم المنتدى نظرة مستقبلية عن تداعيات فيروس كورونا على المستوى الوطني والعالمي، كما سيسلط الضوء على كيفية التغلب على تحدياته وتحقيق استمرارية الأعمال. وسيشارك في المنتدى نخبة من الخبراء المختصين الدوليين وممثلي الأعمال من مختلف القطاعات والتخصصات في العديد من المجالات، لتقديم حلقات نقاشية وورش عمل متخصصة توفر تجربة تعليمية تفاعلية ومحفزة. دشنت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بطاقة الهوية المطورة للمقيمين، وأكد مدير إدارة الهوية والسجل السكاني بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية الشيخ صباح بن حمد الخليفة أن الهيئة ومنذ بدء سلسلة الإجراءات الاحترازية في نهاية شهر مارس وحتى يونيو من العام الجاري، قد عملت على إصدار وتجديد أكثر من 48,000 معاملة إلكترونية، والتي شملت على طلبات تحديث البيانات والعناوين وشهادات الميلاد وتسجيل عقود الزواج والطلاق. كما لن يترتب على إصدار البطاقة زيادة في رسوم الإصدار، ولن يتعين على حامليها استبدالها طالما أنها سارية الصلاحية. عقدت أعمال الاجتماع الطارئ للمجلس الوزاري العربي للسياحة برئاسة وزير السياحة السعودية أحمد بن عقيل الخطيب ومشاركة وزراء السياحة العرب والمنظمات ذات العلاقة، لبحث التحديات التي تمر بها المنطقة والعالم في القطاع السياحي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد. وأشاد الاجتماع الذي عقد عن بعد في بيان ختامي بالجهود التي اتخذتها الدول العربية لاحتواء تفشي الفيروس ومنح الأولوية لصحة مواطنيها، واتخاذ عدد من الإجراءات لتسريع التعافي من الآثار السلبية على القطاع السياحي، مؤكدا أهمية اتخاذ الخطوات المكملة في هذا الشأن. أعلنت أمازون انطلاق النسخة السعودية من متجرها الإلكتروني، وذلك للعملاء في المملكة، حيث يضم ملايين المنتجات من أبرز الشركات المحلية والعالمية. وقالت أمازون في بيان إن الموقع الجديد يتيح للعملاء الاختيار من ضمن تشكيلة واسعة من المنتجات تتنوع على 34 فئة. وأشارت إلى أنه تم إعادة توجيه عملاء موقع السوق .com إلى موقع أمازون السعودية. يستأنف HSBC خططا لخفض نحو 35,000 وظيفة قام بتجميدها بعد تفشي فيروس كورونا في الوقت الذي يكابد فيه أكبر بنوك أوروبا تأثيرات على أرباحه المتراجعة بالفعل. وقال نويل كوين الرئيس التنفيذي في مذكرة أرسلت إن البنك سيبقي أيضا على تجميد معظم التعيينات الخارجية،
وأرجى البنك خفض الوظائف الذي يأتي في إطار عملية إعادة هيكلة أوسع نطاقا لخفض التكاليف بواقع 4 مليارات و500 مليون دولار في مارس، قائلا إن الظروف الاستثنائية تعني أنه سيكون من الخطأ الاستغناء عن الموظفين. قال مصدر قانوني إن بنك الدوحة ومقيمين في قطر متهمون بالتسبب في أضرار جراء دعمهم للإرهاب. وأشار المصدر إلى أن بنك الدوحة متهم بدعمه لما يسمى جبهة النصرة، ساهم في ارتكابها لجرائم في سوريا. وكانت صحيفة التايمز البريطانية كشفت في أغسطس الماضي تقديم بنك بريطاني مملوك لقطر خدمات مالية لمنظمات إنجليزية عديدة مرتبطة بمتطرفين، وأن حسابات بعض عملاء مصرف الريان القطري جمدت خلال حملة أمنية. وبعدها بيومين كشفت الصحيفة نفسها أن بنكا قطريا آخر وهو بنك الدوحة الذي يملك مكتبا في لندن يواجه اتهامات بتحويل أموال إلى جماعات إرهابية في سوريا وفقا لدعوى قضائية تنظر أمام المحكمة العليا في لندن.